لاعب الهواد 16 ans joueur de basket. خويا ديما كنعتبره القدوه ديالي كبير. الوغ فاش شفتو هو كيلعب كنا واحد دينا باش يلعبوا في الشاون بوغ لي شامبيون دو ماروك في الدومي فينال، بان لي داك الجو عجبني. الوغ حتى انايا صافي جي ديسيدي من ديك الساعه صافي غادي نلعب حتى انايا الباسكت. بوغ لي جون اللي كيقولوا بلا انه لي ماتش تاع البنات ما فيهمش التشويق ولا ما فيهمش داك الحماس، خصو يجي ويشوف. حنايا البنات يعني داكشي النفس اللي كنحطوها، يعني تقاتلي على كنتقاتلو على تونس جو بونس ديفيرونت على الدراري. بارفوا الدراري كيجيو كيكونوا لاعبين ما مسوقين كاع، يربحوا ولا يخسروا، حنا بالعكس. كبنات كنواجهوا واحد الصعوبات كثير، يعني بارفوا الجمهور كتسمعك كيسبك بلاصتك ماشي هي هنا، داك ستريس وداك الخلعه اللي كتكون فيك في الماتش بوحدها كافياك، ما احسك انك تسمعي هضره اخرى اللي تجرحك. بين الحوايج اللي باغا نحقق في حياتي انني نكون كوتش تاع لي فام، حيتاش داكشي اللي دوزت انايا ما نبغيش ليكيب ديالي تدوزو، غادي نعاونهم. كنقول لماما ميرسي بوكو انك كبرتيني بلا ان بير، يعني تقاتلتي معايا من الصغر وما تخليتيش عليا، راه واحد الحاجه اللي بزاف، يعني شي حوايج اللي جي لابريسي بوكو، جو سي با كومون غادي نعبر ليها ولا كيفاش غنشكرها، ولكن شي حوايج لابريسي بوكو. ميرسي ماما.